لا 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 المبارك عاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة. واليوم نلتقي معكم بفرحة جديدة إلا وهي فرحة ولادة الإمام علي السجاد عليه السلام الموافق من يوم 5 شعبان المعظم عام 38 للهجرة. أسعد الله أيامكم أحبتي أبناء شارع الأصدقاء وكل عام وأنتم بألف خير. أدري عبد الله شنو الموضوع؟ شو إذا تخلي لي شوية شنو الموضوع؟ يعني والله عم فرحان الصدق إيه؟ مع الأسف علي. آه. وين عمو عبد الله اليوم؟ ما أدري وين، ما أدري عنده معاملة، ما أدري إيش عنده. مع الأسف والله أبو الهلا والمرحبا وذاك الشاي وذاك إيه؟ الكعك، بس والله مكانه خالي. آه إي والله والله، وأسف عليكم. هو أكو أحلى من هذا اليوم
ولادة الإمام السجاد عليه السلام. خلي أقوم أوزع لكم بعد مرة حتى ما تقولون بخيل علي وتقولون طالع على أبوه. بارك الله الثالث تبدل أعياد باسم حسين أول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد صاحت رياض العصمة وهبت نسوم الرحمة الله الله شعبان يوم الخامس أصبح رمز للأمة. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقاء برنامج عم فرحان اليوم فقرات حلقتنا لهذا اليوم فقرات سعيدة وجميلة جدا وذلك للذكرى الخالدة لولادة الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. والآن أقول كل عام وأنتم بخير وبلدنا الحبيب بألف ألف خير. صديقنا مهدي تفضل. شكرا جزيلا لك استاذ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واصدقائنا الاعزاء مشاهدينا عبر شاشه قناه كربلاء الفضائيه وبرنامجكم برنامج عم فرحان. نبعث اسماء واطهر ايات التهاني والتبريكات الى مقام مولانا صاحب العصر والزمان سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف والى مراجع الدين العظام والى العالم الاسلامي اجمع بذكرى هذه الولادات الميمونه والطاهره لسادتنا وقادتنا اقمار ال محمد سلام الله عليهم. اسال الله بحقهم ان شاء الله نعيد علينا عليكم شهر شعبان بالخير واليمن والبركات إن شاء الله والموفقية والسداد لنا ولكم جميعا يا رب. نعم مشاهدينا الكرام وأصدقاء برنامج عمو فرحان أهلا وسهلا بكم على مدار ساعة كاملة مباشرة نأمل أن ترافقونا لكسب الفائدة والمتعة بإذن الله تعالى ومن خلال فقرات المنوعة التي نحاول دائما أن يكون خطابها يتضمن مضامين دينية وتقويمية وتربوية واجتماعية وصحية وكلها تصب في خدمة وتقويم أصدقاء برنامج عم فرحان. مشاهدينا الكرام سعادتنا بلقائكم وسماع أصواتكم الجميلة. إن شاء الله أحب أن أنوه على هذا الكارت الذي سيظهر على الشاشة. ظهر الكارت أمامكم اللي يحمل رقم برنامج عمو فرحان اللي هو 077-1811-2288. أكرر 077-1811-2288. مشاهدينا الكرام عن طريق هذا الرقم يمكنكم أن تكونوا أصدقاء برنامج عمو فرحان عبر تطبيق الواتساب. إن شاء الله نستقبل به مشاركاتكم صوركم بعد فويزات الصوتية لكم على شنو نعرض وحتى الرسومات وأي مشاركة أنتم تحبوها أو موهبة حلوة من عندكم صور أعياد ميلادكم كل شيء كل شيء نستقبله ما عدا الاتصالات. إحنا بهذا الرقم نستقبل فقط الرسائل. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا. نشوف عبد الله صديقنا شنو عنده. شكرا لكم على هذا الترحيب اللي رحبتوه واللي ماكو أجمل من عند المشاهدين مشاهدين برنامج عمو فرحان. ومن بعد ما خلصت الكيك وقلت علي بخيل وسعيد وحزين راد لهم كيك زين. شنو رأيكم نستمع القصيدة من الملا مهدي بصوت العذب؟ لا بس أحسن أحسن شكرا والله عايش تستاهلون والله خادم وشرف ان شاء الله. بس قبل ما ابلش بالقصيده حنجرتك الذهبيه شكرا لك استاذ احمد. بس قبل ما ابلش بالقصيده اطلب من عندكم طلب جميعا يعني شاركوني بالجواب ان شاء الله والرد جميعا بهذه الكلمات حتى نفرح قلب مولانا صاحب العصر والزمان والسيده الزهراء سلام الله عليها. افلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرحانة دنيانة والفرح هنانة فرحانة دنيانة والفرح هنانة هلا 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 يا هلا شعبان هلا 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 يا هلا شعبان يا هلا بجيتك يا شهر النعمة بيك سبحان جعل ضي اسمه يلي فجرك على الخير
خلايق رحمة أول أنوارك سليل العصمة أول أنوارك سليل يا باسمك تغنينا يا هلا نادينا هلا 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 يا هلا شعبان يا هلا يا يا هلا شعبان يا هلا شعبان يا ثالث انوارك عرش تكوينه بزغ نوره والفرح مربينه كل محب عالفطره ضوت عينه والقلب نبضه بتهج بحسينه والقلب نبضه بتهج بحسينه ميلاده ميلاده نبض القلب ناده هلا 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 يا هلا شعبان هلا 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 يا هلا شعبان هلا ومية هلا يا هلا شعبان صلوا على محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد حسين حسين بارك الله بيك صديقنا الغالي مهدي على هذه الحنجرة الولائية الجميلة وهذا يرجع الفضل لله سبحانه عز وجل أولا وثانيا لتربيتك الراقية وللأب للعائلة يعني بشكل عام وأكيد يعني من خلال هاي الخدمة وتسخير هاي الحنجرة هي لرضاء الله وآل بيته الأطهار أكيد. فأني أرجو من الأهالي أن ينتبهون إلى الحناجر الجميلة لأبنائهم حتى يستثمروها في رضا الله وآل بيته الأطهار. صحيح. تمام عمو فرحان ولا لا؟ أكيد. وهذا الكلام أنا أريد أقوله لكن أنت حضرتك دائما سباق بالكلمات الجميلة وفقك الله سبحانه وتعالى. نعم أصدقائنا الأطفال شنو رأيكم هسه ننتقل إلى صور الأصدقاء الآن مع صور أصدقاء البرنامج هل عالية بصبحة مولد سليل الهادي عالدنيا هبت نفحة الله الله وخير السعد هالليلة
خفق علينا بجنحه بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار وإحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد وإحنا بحب حسين نذوب. مشاهدين الكرام، بعد أن تم اختيار أجمل صورة فنية من صوركم الجميلة صور أصدقاء البرنامج، تم اختيار صورة صديقتنا الجميلة التي تحمل الرقم التسلسلي 372 أو العفو 327. الرقم المرسوم من عدة الصورة يحمل أو عفو آخر ثلاث أرقام من عدة 334. الاسم عندنا فاطمة علي. ألف مبروك فاطمة علي، صديقتنا فاطمة علي اللي تحمل رقم 327. حسين شنو الجائزة؟ علما أن الجائزة هي رصيد آسيا سيل فئة 10,000 سيصلكم وراء الحلقة إن شاء الله عن طريق الكنترول. وهسه انتقال لمن؟ لمن؟ لصديقي مهدي. سنتم شكرا جزيلا سعيد وحزين. لا صديقي مهدي، أنا بيك صديقي مهدي. عاشت ايديكم الاعياد باسم حسين اول ميلاد الثالث تبدل اعياد باسم حسين اول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لمحطة أخرى من محطات برنامجكم عمو فرحان، واليوم فقرتنا راح تكون عبر أو لمشاركات الأصدقاء الأحبة اللي وصلتنا مقاطع فيديوية اليوم جميلة جدا تعني بالرسم والألوان الجميلة واللوحات الرائعة والإبداعية. اليوم صديقة من صديقات برنامج عمو فرحان رسلت لنا مقطع فيديو وهي ترسم به لوحات جدا جميلة، أتمنى اليوم تشوفوها إن شاء الله حتى سويا نتعلم جميعا نتعلم الرسم والألوان ودمجها وغيرها من خلال هذه الفقرة وفقرة مشاركات الأصدقاء. خلينا نشوفها. الآن مع مشاركات الأصدقاء. اخلع الحزن وارتدي الافراح ان عطر الميلاد في الكون فاح. واصمغ الليل ابيضا كل ليل قد تجلى بعد الحسين الصباح قامت الروح والملائك صفان حين جبريل في السماوات صاح أيها الناس
الناس أيها الناس أيها الناس إن وجه حسين في سماء الزهراء كالبدر لاحا. صل على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. آل محمد. طبعا يا حسين احسنت احسنت ملا. طبعا لكم. طبعا الله يوفقك يا صديقنا مهدي على هذه الحنجره الولائيه الجميله. نعم هسه يا فقره وصلنا استاذ احمد. فقرة سؤال الأسبوع الماضي يا عم فرحان. جميل ممتاز. يلا لعد أنا تسمحوا لي أروح يم الشاشة يا الله تابعين حتى أشوف من رخصتكم أرجع لكم باسم حسين أول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد كل الوجوه الفلحة. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم وراح نقول سؤال الاسبوع الماضي اي فراح نشوفه على الشاشه واليوم راح تكون السحبه على غرار الاجوبه الصحيحه فقط فراح نشوف السؤال اذكركم به مشاهدينا الكرام راح يظهر على الشاشه بعد قليل وطبعا بالمناسبه جتنا هواي يعني اجوبه قسم من عندها خطا وللاسف الشديد طبعا بس احنا شنو اعتمدنا الاجوبه الصحيحه طبعا جائزه مقدمه من شركه راوتر العفو من شركه اسيا سيل هي عباره عن جهاز راوتر وخلي نشوف السؤال الاسبوع الماضي على الشاشه. نعم سؤال الأسبوع مشاهدين الكرام يقول محمد أصغر من قاسم ب2 سنة وسعد أكبر من قاسم ب4 سنوات وعمر سعد 12 سنة السؤال كم عمر محمد وكم عمر قاسم أكرر محمد أصغر من قاسم ب2 سنة وسعد أكبر من قاسم ب4 سنوات وعمر سعد 12 سنة السؤال كم عمر محمد وكم عمر قاسم الآن راح نعرف الجواب نعم كون جاهزين الجواب أعزائي المشاهدين محمد عمره 6 سنوات وقاسم عمره 8 سنوات نتمنى الفوز للجميع إن شاء الله والآن راح نروح إلى جلسة عم فرحان وراح نجري القرعة يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد شعبان يوم الرابع مضرب مثل للسامع الله الله مولد طليعة هاشم وهبة قمرها الساطر الله الله يحمل شمايل حيدر كل المحاسن مشاهدينا الكرام مثل ما تشوفون الآن القرعة موجودة قدامنا والأرقام كلها موجودة ودخلت بصندوق الاقتراع وهسه الأبطال راح يبلشون يفرون فرة فرتين الأبطال فروها زين يلا اليوم أصدقائنا كلهم يتابعون يشوفون واضع من ثدي الإرشاد تربيته بحجر الكرار واضع من ثدي الإرشاد بالثالث تبدي الأعياد باسم حسين أول ميلاد بالثالث تبدي الأعياد باسم حسين أول ميلاد نعم يلا أصدقائنا بلشوا خبطوا هماتين فتخطوا بيديكم حلوة وسحبونا تمام وقف تمام خلي تنزل الأرقام كلها خلي تنزل نزلت يلا 1 2 2 اي عينك لي فوق عينك لي فوق لا حد يباوع اي اخبطها بايدك اخبطها بايدك اي احسنت اسحب خشوف منو صاحب الحظ الفائز منو اقول لكم لا تقول لا ما راح اقول لا تقول الرقم الفائز هو ويانا حزين انت ذيعه على مود انا اطلع الرقم او اسم المشارك الفائز ويانا صاحب الرقم التسلسلي 276 276 الاعياد باسم حسين
حسين أول ميلاد بالثالث تبدل أعياد باسم حسين أول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس ألف مبروك صديقتنا الفوز بالجائزة اللي الاسم هو أم بتول عن المشاركة بصورة الطفلة العفو هذا الجواب أم بتول آخر ثلاث أرقام هو 746 7 4 6 ألف مبروك ألف مبروك مبارك إن شاء الله زين شنو رأيكم أكو قرعة ثانية شنو رأيكم أكو قرعة ثانية لا 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 بس قبل القرعة الثانية هذا الراوتر ان شاء الله حيتصلون بكم الكنترول ان شاء الله حتى تروحون الى شركة اسيا سيل وتستلموا هم حيقولوا لكم وين والمكان وكل شيء التفاصيل نعم ووعد كل اسبوع اكو جهاز راوتر ضمن فقرة سؤال اسبوع من شركة اسيا سيل بس سيد المخرج مو رخصتك يعني انا ما مكتفي بالقرعة اريد بعد اي هاي الايام الحلوه سيد المخرج ممكن اسوي قرعه ثانيه ها سيد المخرج يقول تمام القرعه الثانيه راح تكون اللي هو كارت 10 جيجا اسيا سيل يعني اول ما تعبون هذا الكارت راح يجيكم انترنت 10 جيجا متفقين سعيد وحزين فروها من جديد لا أم فرحان رخصتك خلينا نجيب كل الاسماء صحيح كل الاسماء اللي شاركت على الواتساب كلها راح تدخل هذا جيبوا لنا الاسماء عفن ولدت وياه نفس المولد والميعاد تبدل اعياد باسم حسين اول ميلاد بالثالث تبدل اعياد باسم حسين كل الاسماء اصدقاء البرنامج اللي دخلوا كلهم هاي اسماءهم وارقامهم ان شاء الله لان هم اعزاز علينا وهاي ايام الفرح ونختار النواحي يلا الله الله شعبان اصبح بدر برض الامل نزرعها الله الله تذهب فخر ايامه ورب العرش رافعها الله الله ثالث ورابع كملت والخامس يتابعها الله الله العالم اصبح مسرور من حلت ايام النور هالعالم أصبح مسرور من حلة أيام النور وش ما مرت من أعوام فرحتنا تفيض وتزداد وش ما مرت من أعوام عبد الله أنا رجل من عندك تطيني بس الرقم أنا نطلع اسمي مو هالق عيوني خلهم يا مدي ذاك خبط خلك خبطة زينة يلا اسحب يلا خشوف يلا شو تقول انت يلا خشوف شنو لا هيك ما اقول 18 الف مبروك 81 عبد الله 18 بالعربي 81 شوف للوجوه الفلحة 81 أم فرحان نعم هذا 81 اي شلون نقرا 18 زين اقول لك دقيقة هو مبين 81 بس بما انه هو قرا 18 بالبداية فاذا مبارك على ال 18 وال 81 بعد هالليلة يخفق علينا بجنحة الله الله بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار بثالث شعبان الأنوار أصدقائنا المشاهدين رقم 81 اللي هو فاطمة من بغداد ألف مبروك ألف مبروك آخر ثلاث أرقام من رقم فاطمة بس دقيقة لأنه خرجت أطلع الثاني رقم 81 مو تمام؟ ايه اخر ثلاث ارقام اريد هي دقيقة واحد على المنشأ وعلى الفطرة
المحتضن. اخر ثلاث ارقام اللي هو 9 6 8 9 6 8 هاي 81 رقم 18 اي خطيانه خالص نعتبره مثل الشمس نحتاجه بلهفة قلب ننتظره لو ما هالنور الوضح ما يسفر وجه الوضح. رقم 18 اللي هي هم فاطمة علي هم فازت ويانا اخر ثلاث ارقام اللي هو 162 رقم 18 162 باسم بان علي ألف مبروك بس الصورة المرسولة باسم فاطمة علي زين ألف مبروك تمام ألف شكرا مبروك. جزيلا تعبناكم استريحوا 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 ما قصرتوا بارك الله بكم وتهانينا للفازة ونقول لهم ألف ألف مبارك وهذه المناسبة الجميلة ولادة الإمام زين العابدين عليه السلام وطبعا الجائزة تعرفوها شنو الجائزة لو لا انتوا غير تقولون الجائزة من طلعت الفائز عليك استاذ لا لا قلتها قلتها انا عليك وانت تعيد قالها عمو فرحان ما يخالف عيدها مرة ثانية انت تعيد عن ترنيم ابو العشرة جيجا مقدمة من شركة اسيا سيل مبارك عليكم الف مبروك الف مبروك هسه صديقنا مهدي هسه اول شيء اتمنى من اصدقائنا انتم راضين علينا ان شاء الله بهذه القرعه ان شاء الله ان شاء الله يلا صديقنا مهدي اتصل واربح ما تظلون قاعدين هنا لا صح يلا تمام يا الله يلا. بسم الله تبدل اعياد باسم حسين اول ميلاد الثالث تبدل اعياد باسم حسين اول ميلاد يوم الرابع للعباس مشاهدينا الأحبة مثل ما ذكر لكم عمو فرحان وصلنا الآن وإياكم لفقرة كلش تحبوها أنتم وإحنا أيضا نحبها لأن بيها سماع أصواتكم الجميلة فقرة اتصل واربح اليوم بهذه الفقرة راح يشاركني صديقكم اللي تحبوه دائما عبد الله إن شاء الله راح نكون أنا وياه باستقبال اتصالاتكم الجميلة حضروا نفسكم واتصلوا بينا من بعد الفاصل الآن اتصل واربح وصلنا جاهزين لاستقبال اتصالاتكم الجميلة وحضرت ويانا الدورق والأوراق والقلم إن شاء الله حتى نسجل أسماءكم إن شاء الله وعبد الله وما زالت الجواز مستمرة دائما اشعوا لحصد هذا الجواز من برنامجكم عمو فرحان وخلينا نستقبل أول اتصال نشوف منو راح يكون ويانا السلام عليكم عليكم السلام أهلا ومرحبا من ويانا شنو الاسم؟ تقى اسمك تقى أهلا بتقى من يا محافظة شنو اسم بابا؟ حيدر اسم بابا حيدر زين من وين انت يا تقى؟ من العراق اي منين من العراق؟ من بغداد من بغداد ماشي اهلا وسهلا بك تقى تبي اصف تقى؟ بعد ما مسجله بعدك ما مسجله يا رب ان شاء الله تسجلين وتصيرين اشطر طالبه زين حافظه فد نشيد او مشاركه سمعنا اياها؟ قران يا الله تفضلي ماكو احلى من القران بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ومن فيها من كل أمر سلام فيها حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم جدا أحسنت تقى نشكرك وهاي دخلت القرعة باي باي تستاهلين مع السلامة اتصال آخر وياك عبد الله لا أحبه لا ليه استقبل ألو حسين من بلد السلام عليكم عليكم السلام حسون شنو اسم بابا؟ باسم باسم تمام حسين باسم اهلا ومرحبا باسم. قاسم قاسم كل الهلا بيك يا حسين من بلد كل الهلا حسوني حسين جاهز للسؤال ولا؟
جاهز. عافيه بالشاطر. يلا نشوف السؤال. يلا نشوف السؤال. هذا السؤال. السؤال يقول: ما اسم ابي الامام زين العابدين عليه السلام؟ والد مولانا الامام زين العابدين منو؟ الامام الحسين عليه السلام. الامام الحسين. متاكد تثبت الاجابه؟ ثبت. عافيه بالشاطر. خلينا نشوف الجواب على الشاشه. الاجابه صحيحه. بارك الله فيك. وهذا اسمك راح يدخل ويانا بالقرعه. انت تستاهل. باي باي صديقنا الشاطر. شكرا جزيلا لك. اتصال اخر نستقبل. بجو عندنا اتصال. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا. شلونك صديقي؟ زين الحمد لله. اهلا ومرحبا وسهلا بك صديقنا الشاطر. شنو اسمك واسم بابا؟ علي كريم سيد. علي كريم. اها تمام. زين من يا محافظه انت وبيا صف؟ من الديوانيه. من الديوانيه وبيا صف؟ ثالث. كل التوفيق يا شاطر. عاشت ايدك. زين جاهز للسؤال صديقي ولا ما جاهز؟ جاهز. لو عندك مشاركة شنو تختار؟ سؤال. يلا نشوف لك السؤال ويقرأ لك السؤال عبد الله. ليش طويل؟ يقول: متى ولد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام؟ 3 شعبان المعظم عام 4 هجرة، 4 شعبان المعظم عام 20 للهجرة، 5 شعبان المعظم عام 38 للهجرة. 5 شعبان. خمسة شنو؟ 5 شعبان المعظم عام 38 للهجرة. خلينا نشوف الجواب. نشوف الإجابة. الجواب صحيح. ودخلت يا للقرعة. شكرا جزيلا. مع السلامة. طبعا هني اباهم اللي يعلمون ابنائهم على هكذا مواليد، يعلموهم على التواريخ، تواريخ الولادات والوفيات لامتنا سلام الله عليهم. شكرا اصدقائنا جميعا، تحياتنا لكم. اتصال اخر خلينا نشوف من راح يكون ويانا. يا عبد الله عليك. وياك اتصال ذاك عليه. ها بتول من بلا. السلام عليكم بتول. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا بتول. شلونك؟ زين الحمد لله. دوم ان شاء الله يا بتول. احسنتي. اسعد الله ايامكم بهذه الولادات الجميله والرائعه، ويا رب ان شاء الله يعيد علينا وعليكم هذه الولادات بالخير والصحه والعافيه، امين يا رب العالمين. بتول شنو اسم بابا؟ بتول حسين. بتول حسين. زين نريد منك مشاركه يا بتول. محضره لو ما محضره؟ بلا محضره. عافيه بالشاطره. يلا تفضلي وسمعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العلي. صدق الله العلي. جدا رائعة. نشكر صديقتنا وهذه القراءة. دخل اسمك ويانا القرعة وأحلى تصفيق ليش من الكنترول. شكرا جزيلا. مع السلامة. باي باي. شكرا. الآن نروح للبصرة. والبصرة راح تكون وياك. البصرة وياك. تفضل. السلام عليكم حسين. ألو. وعليكم. حسين تسمعني؟ حسين اسمعني من التليفون حبيبي. نعم 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 تمام. حسين شنو اسم بابا؟ محسن. حسين محسن من البصرة. يا صف انت حسوني. يا صف حسوني. يا صف انت يا صف. يا صف حسوني. الصوت جاي يقطع. يا صف صوتي يقطع. فقدنا الاتصال. قطع الاتصال. اخذت اسمه كامل. حسين محسن من البصره. لا يدخل القرعه. خليه داخل بالقرعه. عاشت ايدك. يستاهل حسوني. مشاركتك ويانا برنامج عمو فرحان. نعم. شهد من بغداد. السلام عليكم يا شهد. من بلد عفوا. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا.
عليكم السلام والرحمة والإكرام، أسعد الله أيامكم بهذه الولادات الميمونة يا شهد. أهل بلد اليوم وياي يعني. أها. بس شوف لنا اسمه بوش. شهد شنو اسم بابا؟ شهد غانم. شهد غانم وبياصف. شهد غانم. تفهم توفق. ما شاء الله يا رب الموفقية والنجاح. حضري نفسك صديقتنا شاطرة شهد لسؤالنا اللي راح يظهر الآن على الشاشة، خلي نشوفه سوية. السؤال الآن ظهر على الشاشة. السؤال يقول: متى ولد مولانا أبا الفضل العباس سلام الله عليه ابن الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام؟ سلام الله عليهما. 3 شعبان المعظم عام 4 للهجرة، أم 4 شعبان المعظم سنة 26 للهجرة، أم 13 شعبان المعظم عام 38 للهجرة؟ شنو تختارين؟ يلا يا شهد. الاختيار الأول لو الثاني لو الثالث؟ الأول. الأول تقول صديقتنا. تأكدي لنا شوية، تأكدي. 3 شعبان. شنو الصادق الولادة؟ من الثالث تبدي الأعياد، حب حسين أول ميلاد. ها؟ 13. الجواب يقول الجواب هو 4 شعبان. موفق ان شاء الله صديقتنا، حفظوا هذه المعلومه يمكم ان شاء الله، حتى ان شاء الله دائما من يسالوكم تجاوبون. عاشتي صديقتنا شهد، وتدخلي انا بالقرعه، تدخلي انا بالقرعه، كيف تستاهل صديقتنا شهد. باي باي، مع السلامه. اتصال اخر ويا عبد الله. الو مهدي. مهدي يريد يشارك وياكم بالبرنامج. السلام عليكم مهدي. مية هلا بيك مهدي. شنو اسم ابوك؟ مهدي. شنو؟ مهدي. الو مهدي. شنو؟ مهدي محمد. تمام. مهدي محمد من ياما حافظه. مهدي مهدي سمعنا 10 كلمات وانت داخل ويانا بالمسابقه. بعد شو تريد؟ ما اسهل منها. 10 كلمات. شنو تقول براحتك؟ الو. هاي وحدة. الو. هاي الو واحد. بقى 9. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. هاي 2. 3 صاروا. صار عندنا 3. بقى 7. يلا يلا مهدي. فاز. يا رب الموفقين ان شاء الله يا مهدي، والنجاح يا مهدي. من يا محافظة. ها؟ ما قال لنا من يا محافظة. يلا ماكو مشكلة. شكرا صديقنا مهدي. واتصال آخر خلينا نشوف من راح يكون ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، حياكم الله. من ويانا؟ الله يحفظكم أختكم إن شاء الله نجوان الحسني من بغداد. أهلا ومرحبا أخت عزيزة، نشرف يرحب بكم برنامج عمو فرحان. أكيد شكرا جزيلا إليك. إذا عندكم كلمات بلغنا الكنترول تريدون تلقوها لبرنامج. نعم. عمو فرحان. قدم تحية في البداية، أحب أشكر قناة كربلاء عامة وبرنامج عمو فرحان أسرته المباركة، أكيد خاصة نشكركم ونبارك لكم بالولادات الميمونة الشعبانية، وأسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله لكل الخير. أشكركم على هذا البرنامج صراحة الممتع والهادف المليء بالفائدة. نحن كم من فترة طويلة لم نشاهد مثل هكذا برامج للأطفال هادفة وممتعة، فأسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله وتسلمون وعاشت إيدكم. والتحية خاصة أكيد إلى بنا مهدي الله يوفقه، ووصولي سلامي وتحياتي إلى بنين، وأنا قلت لها مرة إن شاء الله تتوفقين، والحمد لله نشوفها إحنا دائما برامجها الممتعة إن شاء الله. ربي يبارك فيكم. طبعا إحنا من سرورنا هذا ودواعي سرورنا أكيد تجينا هكذا تحايا وهكذا كلام طيب بحقنا وبحق قناتنا الموقرة قناة كربلاء الفضائية. نأمل ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما عند حسن ظنكم إن شاء الله. عندكم ملاحظات البرنامج مثلا نحاول نطبقها في الأيام القادمة؟ لا عبد الله الحمد لله يعني. يعني أنا دائما أشاهد برنامج ذا الحمد لله. رب يعني يبارك فيكم. ناجح بمعنى الكلمة. الحمد لله رب العالمين. إلى الأسرة البرنامج طبعا الأخوة. شكرا جزيلا. الله يحفظهم. شكرا. إن شاء الله. شكرا. وكيد شكرا تقدير لجنابكم ولكل المشاهدين الكرام. وكيد هذه الكلمات اللي دائما تخلينا نسعى للاستمرار دائما بتقديم الفقرات الجميلة في برنامجكم عمو فرحان. شكرا جزيلا لكم بقدر حبكم للبرنامج. تحياتنا لكم. اتصال فاطمة من بلد، تفضل يا عبد الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. فاطمة شنو اسم بابا؟ فاطمة أحمد من بابا. فاطمة أحمد من وين؟
بابل. من بابل، اهلا وسهلا بيك. شنو تحبين تشاركيني ويانا لو نسالي السؤال؟ لا تسالون السؤال. نسالي السؤال، خلينا نشوف السؤال. يلا. عشت ايدك. السؤال يقول: اكمل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. شنو التكمله؟ احسانا وبالوالدين. احسنتي احسنتي. شوف الجواب، خلينا نشوف الجواب. ان شاء الله صحيح الجواب. الجواب صحيح. الجواب صحيح. بارك الله بيك، موفق ان شاء الله دوما صديقتنا. شكرا لك. مع السلامه. باي باي. شكرا جزيلا، تحياتنا. ما زالت الحمد لله رب العالمين اتصالات مستمرة، وإحنا أكيد كان بودنا حلقة كاملة نخصصها بس للاتصالات حتى نسمع أصواتنا، أصدقائنا الجميلين والرائعين، وحتى نسمع أصواتهم. الآن ننتقل لمحافظة واسطة العزيزة جدا ونستقبل اتصال من هناك. روان من واسطة، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ومرحبا يا روان، حياك الله. يا روان شنو اسم بابا بيصف؟ أول ابتدائي. ما شاء الله، بالأول ابتدائي. شلونها درجاتك بالدراسة؟ إن شاء الله تمام؟ كثير من عشرات. عافية بالشاطرة ما شاء الله. لعد راح يدخل اسمك مباشرة بالقرعة. يا صف واسم بابا. بالصف الأول. واسم بابا. واسم بابا شنو؟ بالصف الأول. منتظر. ما شاء الله. منتظر. اسم بابا شنو؟ منتظر. منتظر. عافية بالشاطرة. شنو أول شيء تعلمتيه بصف الأول؟ كلمة مثلاً؟ دؤوا. دؤوا. واثنين صاندا. زين زين. سؤال سؤال سؤال، إذا نخلي ويا الدأ والآ اللي قلتيها نخلي وياهن حرف راء، شو يصيرن؟ دار. دار. عافية. عافية. جميل جداً، شكراً جزيلاً. زين إذا أريد نسويهم اثنين دار، شلون؟ واحد لي وواحد لعبد الله. داران. داران. شكرا جزيلا إليك، انت شاطره ونتمنى لك يا رب الموفقيه والنجاح والسعي دوما ان شاء الله لتحقيق احلام الجميع. باي باي صديقتنا. شكرا. باي باي يا روان. تحياتنا تحياتنا. اتصال اخر وياك عبد الله. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، من المشترك وياي؟ حسين فرحان من بغداد، حبيت اشارك وياك. أهلا أهلا. حسين فرحان من بغداد. من بغداد. حسون شنو تحب تشارك ويانا لو نسألك سؤال؟ من عد السؤال. حسين انت بيصف؟ حسوني. حسون. حسون تسمعني؟ موجود انا بس ما اعتقد يسمعنا. يمكن انقطاع الاتصال. نعتذر منك صديقنا وناخذ غير اتصال. هم وياك عبد الله وياك. السلام عليكم زين العابدين. عليكم السلام. اهلا ومرحبا. بيصف زين العابدين؟ رابع ابتدائي. رابع ابتدائي ما شاء الله. من بلد؟ ما شاء الله. اسم بابا شنو زين العابدين؟ وانس. زين، راح نسالك سؤال بالرياضيات، شاطر بالرياضيات لو لا؟ نعم شاطر. بطل بطل، عاشت ايدك. أربعة زائد أربعة زائد ستة إيش قد؟ أربعة زائد أربعة ثمانية وستة أربعة عشر. أربعة عشر. ما شاء الله. زين، النقص من عدها حتى يصير سبعة إيش قد النقص؟ إيه؟ عبد الله جاي أشير لك، شوف. مو اثنين هذه سبعة. 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 عافية زين العابدين، منالك الموفقية. هسا قرعة علي. نجري القرعة وعبد الله راح يجي لكم قرعة إن شاء الله. وما دام عبد الله يجري القرعة يعني كلكم فازين. الله. ما شاء الله. شوفوا أصدقائنا. سحب عبد الله الآن الورقة. وإن شاء الله راح نفتح الورقة ونقرأ الاسم اللي بيها منو راح يكون ويانا. صديقتنا الفائزة اليوم هي روان منتظر من محافظة واسط. ألف ألف مبروك ليك.
كل التوفيق والنجاح ومبارك لكم أصدقائنا صديقتنا روان. هذا الفوز يا رب إن شاء الله جميع الأصدقاء يكونون فائزين ويانا. وأذكركم أصدقائنا دائما راسلونا على الرقم اللي ظهر في بداية الحلقة حتى تحصدون أجمل الجوائز بفقرات برنامج عمو فرحان. وصديقتنا روان لاستلام جائزتك توجهين لمدينة نوارة أملاك سياحية في محافظة كربلاء المقدسة. توجهون للاستعلامات مال المدينة مع اصطحاب الكارت أو الهوية الشخصية لكم إن شاء الله حتى تستلمون جائزتكم. تحياتنا لكم أصدقائنا، شكرا جزيلا. والآن أصدقائنا الشطار راح نختم برنامج عمو فرحان، تعالوا ويانا ويا عمو فرحان نختمه سويته. يا عباس والخامس يوم السجار، كل الوجوه الفلحة بانت عليها الفرحة. الله الله شعبان يوم الثالث هل هل علينا بصبحة. الله الله مولد سليل الهادي عالدنيا هبت نفحة. الله الله وخير السعد هالليلة يخفق علينا بجنحة. إذا وصلنا أصدقائنا إلى الفقرة الأخيرة وهي فقرة حصاد الحلقة. من حيقرأها من الشباب؟ أنا راح أقرأ. أنت تقرأ؟ يا الله خير وبركة أنتم إن شاء الله كلكم. طبعاً أول رسالة عندنا هاي وردت قبل شوية. السلام عليكم، أنا رتاج علي إبراهيم من النجف. ممكن أشارك بلا اتصال؟ إيه أكيد. طبعاً هاي أنت هسه شاركتي حالياً وراح يعطوكم رقم تسلسلي. وهاي الصورة على يا كاميرا نعرض الصورة. هاي رسالة أخ سعيد. الرسالة الثانية، السلام عليكم. ألو السلام عليكم برنامج عمو فرحان. نعم. طبعا صديقتنا صاحبة الرقم 26 انت دا تتصلين، هذا الرقم مخصص فقط للرسائل، ترسلون صور ترسلون مقاطع فيديوية وهكذا. عندنا السلام عليكم عمو فرحان، مبارك عليكم الشهر علينا وعليكم ان شاء الله. عليكم ان شاء الله علينا وعليكم. تقول عمو فرحان اريد اعرف رقمي، رقمكم 9. السلام عليكم برنامج عمو فرحان، انا احبكم كلكم، عمو فرحان وعم ابو عبد الله والاستاذ القدير استاذ احمد وسعيد وحزين وعبد الله وكل الكادر. صديقنا مهدي نسيته. صديقنا مهدي مودة حسين. مودة حسين. ناخذ بقية المشاركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قناة كربلاء برنامج عمو فرحان، وراسلين بعض الصور. عندنا هنا صديقتنا فاطمة. صديقتنا فاطمة أهلا بفاطمة. صديقتنا فاطمة وصديقتنا خديجة. خديجة يا سلام. الله. يا سلام حزين سعيد. طيب والله خلي شوية نقرأ رسائل. خلي ما يجي نقرأ لنا شوية. شكرا. يا الله أحسنت صديقي. يعني أنا أقرأ بكيفك. لا أنت. يا ما كبرت. خلينا نشوف الأصدقاء شنو دازين اليوم. ما شاء الله الرسائل لحد الآن جاي تظهر عندنا. عندنا رقم الآن متصل هو الآن على الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن هذه الصورة؟ نعم أصدقائنا بإمكانكم إرسال شنو ببالكم، مثلا صوتيات أو فيديوهات أو مجموعة صور، مثلا أي شيء يعجبكم تقدرون ترسلوه عبر هذا الرقم. تحياتنا لكل أصدقائنا الشطار. ونشوف رسالة أخرى، عندنا تقى حيدر شيال. ما شاء الله ربي يحفظ صديقتنا تقى. الآن وصلتنا هذه الصورة. جميلة. تقى حيدر شيال. خليني أقرأ لكم أخير ثلاثة أرقام من رقم المتصل هو 471. تحياتنا لكم، يا رب إن شاء الله الموفقية والنجاح لكم. عندنا أيضا صورة أخرى الآن جاي تحمل، عباس وأحمد وابن عمه محمد رضا سرمد، يا رب الموفقية والنجاح. وصلتنا هذه الصورة قبل 25 دقيقة من الآن. ما شاء الله جميلة صديقنا مهدي. جميلة فرحين جدا بمشاهدتكم. وأخير ثلاثة أرقام لرقم هذا المتصل 020. خلينا نشوف دردشة أخرى من الأصدقاء. عندنا صورة أيضا من الرقم أو ثلاثة أرقام من الرقم الأخير هي 573. جهاد كرار. ما شاء الله حبيبي ربي يحفظك جهاد صديقنا. جميلة جدا بالبرنامج. صورة عفوية حبيتها. الآن أستاذ أحمد خلي يدردش ويا الأصدقاء. وين ما أشوف أنا. ها نعم أصدقائنا الأطفال، بعد ما قرينا هذا الكم الجميل مع سعيد وحزين وصديقنا مهدي رسائل الأصدقاء،
نوعدكم بجوائز اكثر واكثر. ابقوا ويانا ان شاء الله، وابقوا تواصلوا ويانا، ورقمكم موجود على الواتساب ان شاء الله محفوظ عندنا، وكل متصل صار عنده رقم خاص به، وهاي الارقام من تنسحب راح نعرف هذا المتصل هو منو، وباكر هم ما تحنسوي قرعه ويدللون اصدقائنا علينا. والى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على امل اللقاء بكم مع حلقه جديده ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه اصدقائنا. عالدنيا هبت نفحة، الله الله، وخير السعد هالليلة يخفق علينا بجنحة، الله الله، بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار، بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار، وإحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد، وإحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد، الثالث تبدي الأعياد باسم حسين أول ميلاد، الثالث تبدي الأعياد.